أهالي كفر تخارين. خرجنا اليوم في هذه المظاهرة تنديدا بالقصف الروسي والأسد المجوسي العشوائي على أرياف حماة وريف إدلب وريف كرب الجنوبي، وتنزيح وتهجير الآلاف وإلى الملايين من أهالينا. وخرجنا اليوم لنندد ضد قرارات حكومة الإنقاذ الذي في هذا الوقت تفرض الضرائب وما شابه ذلك بدل أن تآوي الإخوة النازحين وتآويهم في مسكنهم ومطعمهم، بدل أن تفرض عليهم ضرائب المعيشة.